وإلى منتخب المحليين، حيث يواصل المنتخب الوطني للمحليين بقيادة حمادة صدقي تدريباته في معسكره المغلق بملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر. منتخب المحليين يستعد لمواجهة نظيره المغربي يومي 13 أغسطس الجاري بالإسكندرية و18 أغسطس بالمغرب في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2018 بكينيا. ومن المقرر أن ينضم رباعي الأهلي عمرو بركات، هشام محمد، أحمد الشيخ وإسلام محارب إلى منتخب المحليين يوم 7 أغسطس. وحول رؤية الجهاز الفني والإداري للمواجهة المرتقبة أمام أسود الأطلسي، إليكم التفاصيل في التقرير التالي. مؤقتة لمرتقب المغرب، عندي حل واحد اللي شغال فيه دلوقتي اللي هو اللعبة الجاهزة اللي هي وصلت بتوع كاس مصر مع لعبة الإسماعيلي مع مجموعة كان الكابتن هاني مختار معظمها طبعا. يمكن المعسكر ده اتأخر أسبوع، كان الكابتن هاني يبتدي قبلها بعشر أيام، كان هيجهز اللعيبة، ولكن فوجئت إن اللعيبة دي مريحة بقالها فترة طويلة، فاضطريت ألغي مباراة ليبيا اللي كانت الودية. يعني حرام اللعيبه بطاله بقى لها فتره ما اقدرش ادخلها في مباراه وديه مع فريق زي ليبيا، فقلت اعمل اعداد للمجموعه ديت، اعداد قليل يعني، هم شغالين مع انديتهم بقى لهم فتره ولكن ما قدروش يوصلوا ليلعبوا ماتشات، فهعمل اعداد ليهم وهنخش ان شاء الله نبقى جاهزين كلنا لما يرجع لعيبه الاسماعيلي من دوره السعوديه، من لعيبه الاهلي جايه لهم 7 اللي هم مش مشاركين في كاس مصر. دولة اللي في ايديا دلوقتي طبعا، وهستني مباراة الكاس، بس الحمد لله حصل اتفاق مع الكابتن حسام حسن، يعني بشكره طبعا على المساعدة ديت. كابتن عاطف حنا في السموحة اتكلم مع المدير الفني والراجل قال لك انا موافق اي حاجة. النادي الاهلي رحت قعدت مع كابتن حسام بدري، حاجة جميلة جدا. كابتن طارق يحيى كلمته، الراجل مرحب برضه، ففي مساعدة الحمد لله من الأندية كلها اللي هي تساعد منتخب مصر الفترة دي إن شاء الله. كلنا النهاردة متواجدين، مجلس الإدارة يمكن كان بالكامل النهاردة عندنا اجتماع، ويمكن أغلب أعضاء مجلس الإدارة النهاردة، كابتن أحمد مجاهد حاضر، أستاذ محمد أبو رفع حاضر، أنا حاضر، كابتن سيف زاهر كان موجود، كابتن مجدي عبد الغني هكذا، باشمهندس هاني أبو ريدة، كلنا وراء منتخب المحليين. بشكر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية على التعاون التام مع الجهاز الفني منتخبنا الوطني. بصراحه اول ما الكابتن حماده صدقي تحدث معهم هو الجهاز الفني مع الاجهزه الفنيه في الانديه المختلفه ومع مجالس الادارات، لبوا يمكن كل طلبات الكابتن حماده صدقي. انا بشكر كل مجالس ادارات الانديه وخاصه الكبار في هذا التوقيت ان هم مباشره يوافقوا على استدعاءات الكابتن حماده صدقي. تحدي جديد مش جديد على الكابتن حماده، كابتن حماده من المديرين الفنيين اصحاب التاريخ الطويل سواء في المنتخبات الوطنيه او في الانديه. اتمنى الجهاز الجديد اللبه يمكن طلبنا بتولي المسؤوليه بتحدي واخلاص، وده حاجه مش جديده عليهم سواء كابتن حماده، كابتن تامر، كابتن هشام عبد المنعم اوريدي كان موجود، كابتن خالد مصطفى، جميع الجهاز الاداري والطبي يمكن المتواجدين، بتمنى لهم كل توفيق. اعتقادي الشخصي ان قرار اشتراكنا في بمنتخب محليين قرار اتاخر، ان شاء الله منتخبنا الوطني يقدر يستطيع يفوز على المنتخب المغربي ان شاء الله ونصل لبطوله كاس الامم الافريقيه. كابتن حماده كان اتكلم معانا وكده، قال لنا ان شاء الله احنا هفرجكم على فيديوهات ليهم وكده، والنهارده كان بيتكلم وقال لنا انا واثق فيكم ان شاء الله تقدروا تعدوا على خير ان شاء الله، نقدر نكسب ونقدر نعدي المرحله ديت يعني، وقال لنا انا متفائل بيكم يعني ان شاء الله، وفي ناس ثانيه في لعيبه ثانيه هيضموها طبعا، فالحمد لله يعني هو مركز معانا وان شاء الله يعني اول يوم يوم اهو في المعسكر، بس هو ان شاء الله الكابتن يعني مركز ده وقدر من حاجه ان شاء الله، وهو ما فيش وقت في شهر 12 يوم اهوت، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعدي على خير يعني ان شاء الله.